أشكرك جدا. أنا الحمد لله بصحة ممتازة، وأنا جدا ممتن من معالي وزير الصحة وزملائه والمسؤولين عن الكورونا والمطاعم إلى آخره. لكن أخي محمد، أنت عارف هذا ليس اختصاصي، فلذلك أنا بدي أحكي لك إنه أنا كمراقب من النواحي الطبية مش أكثر من هيك، ولكن اليوم كرموني بأنه سمحوا لي بأن أفتتح أو أبدأ المبادرة لإطلاق العنان للمواطن إنه يشارك في المطاعم، وهذا شيء جيد جدا الحقيقة. لطالما انتظرنا، ولكن بجهد الحكومة والدولة وصلوا المطاعم، وصل 2 منهم وصاروا في متناول اليد للمواطن، وهذا الأمور هذه الأمور ممتازة جدا. وأنا أشجع المواطن بأنه أرى من الضروري أن يتقدم لأخذ الطعم في كل لكل إنسان فوق سن 16. دكتور، أنا اسمح لي بسؤال، وأنت ذكرت رسالتك للأردنيين، بس مرة ثانية بأطمئن على صحتك، أنت كرمت، لأنه هل شعرت بأي أعراض جانبية لاحقا لأخذ المطعوم صباح اليوم؟ لا، الحقيقة المطاعم المعروفة الآن وهي 4-5 شركات يعني معروف تاريخها، ولكن الظاهر أنه هي مطاعم آمنة وفعالة من كل النواحي. المطاعم 2 اللي أجوا للأردن يمتازوا بأمن كامل وفعالية تقارب 100%، يعني بين 85-95%، وهذا شيء جيد جدا. وأنا شخصيا كنت أنتظر بفارغ الصبر، ولذلك أنا من أوائل الناس اللي أقبلوا على بالرغم من، ويمكن بالنسبة لعمري أنا 86 سنة، الله يطول عمرك، الحمد لله أخذت الطعم اليوم الجرعة الأولى وأنا مرتاح جدا. أشكرك جزيل الشكر الطبيب المتقاعد الفريق دكتور داود حنانية، الطبيب الشهير اللي بنفخر فيه أردنيا جميعا، وكنت أول من أخذ مطعوم كورونا، أكدت على أنه وضعك الصحي الحمد لله ممتاز، لم تشعر بأعراض جانبية. أشكرك كل الشكر دكتور داود، شرفتنا بحضورك معنا ليلى، وشرفت نبض البلد، شكرا جزيلا لك.